ريح سوداء تزمجر بالويل، قطة عشق في الشارع تنتظر الليل، تكشف عن فخذ وتغطي ستر الله علينا وعلى القطة بالذيل، تستدعى للمغفر ينكحها القسم المختص بتدعيم بنان التحتية. تستدعى للمخبر ينكحها القسم المختص بتدعيم البنان التحتية. شاهدت القطة من شق الحائط قطا وطنيا ينفخ بالغاز الوطني الفاخر. شاهدت القطة من شق الحائط قطا وطنيا ينفخ بالغاز الوطني ويقصى، رفعت يدها لتحيي المنفوخة وغنت وطني حبيبي وطني أبي. عليك يا أبو عامر. وطني حبيبي وطني الأكبر يوم ورا يوم، والقطة تضحك والضحكة تنتحب، فقدت سنين خلال التعذيب، وقيل لها كان يشيع بأن السلطات بها جروا، خرج الغاز الوطني الفاخر من عينيه ولم يتكلم. دون في المحضر أيضا أن القطة قد بقيت صامدة يومين وإن قطع الذنب. شعل المأمور وطار التحقيق، وكان الجلاد له شنب طار وعاد إلى موضعه الشنب. أي سعال هذا؟ ماذا أكل المأمور وماذا رتبته ما دام السلطة في السلطة فالضرطات لها رتب؟ اعترفوا بحياء أن القطة بالأصل بلا ذنب، أن القطة بالأصل بلا ذنب، ذنب ذنب رتب رتب عجب عجب. في تلك الليلة من شهر شباط القارصة عطر عورته الجلاد، تأنق تحت السروال وزجج حاجبه، نام بزوجته المسكينة لا يمكن إطلاقا. عبثا ظل السيء كما ذنب القطة ينسحب. ظل السيء كما ذنب القطة ينسحب، تف بإصبعه حاول أن يبتل شاربه، ظل الشارب مكسور الخاطر لا ينتصب. حارب ميمنة حارب ميسرة، عنتر عنترة مزق غرب شرف هيهات، فما بالشارب بل بالروح العقب. شاهد في الحلم بيولا، شاهد أفعى ميتة بغلا يقصى، عجب عجب حوبة ذيل القطة يا مأمور هي السبب. هب نسيم الصبح رخيا، لم يك في الشارع إلا حاوية الزبل وهر محترم، لم يكن في الشارع إلا حاوية الذب وهر محترم. لاحظ أن القطة تخرج من باب الدولة في خفر، عدل جلسته، ترك الإفطار ومد خيوط الشارب يلتقط الأخبار، تسلق حاوية الذب ولكن خانته الركب.
أغلق إحدى عينيه، تعوذ بالله، محال، لا يمكن هذا، ليس لها ذنب يستر عورتها، ودنا حذرا قال: ميو سيدتي. قال: ميو سيدتي، أطرقت القطة لو تنشق الأرض وتبلعها. نغم والشبق الشرقي بعينيه ميو عيني. ميو عيني ميو ذنبي مولاي، ميو لله، له الشكر له الحمد، سلامة رأسك لم يقطع سيدتي، تلك علامات الساعة للسيدة، اختبئي. صاروخ وساخات يقترب، لاحظ أن الجلاد يسير حزينا لا يرفع عينيه، وفي مشيته عطب. ركض الهر ومن خلف البرميل تجشأ، أخرج للجلاد فحولته، وتمايل كالرقاص: ميواه ميواه. وواحدة يا جلاد بواحدة، ركب الجلاد القبل، أخرج أفرغ فيه مسدسه، قتل الهر عليه الرحمة. والصحف الرسمية قالت: لم يقتل، وافاه الأجل. أفرغ فيه مسدسه، قتل الهر عليه الرحمة. والصحف الرسمية قالت: لم يقتل، وافاه الأجل. ألصقت النعوة بالحيطان وبالأبواب وحاوية الزبر، لقد دهس المغفور له في ريعان صباه. رئيس نقابة جرذان الزبر نعاه، وتوالى الخطباء، وصاحت قطط الحارة واهراه. ناحت واحدة لا ذيل لها، عوقب مأمور السجن بترفيع شواربه. رحم الله القط دفناه، ويقام عزاء في حاوية الحارة إن شاء الله. تلك علامات الساعة قالتها الكتب، عجب عجب، وطن عجب.